السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة زينب علاء نعمة الأولى على قسم المحاسبة. أشرح لكم أسباب تفوقي: المتابعة المستمرة وتركيزي أثناء المحاضرة. الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجامعة المحترم الدكتور يوسف على هذه المبادرة الجميلة اللي من خلالها قدم لنا إحفاءنا من الأقصاد لهذه السنة، ولهذه المبادرة راح يحفزنا على التقديم للأفضل. وكذلك أشكر عائلتي لهم الفضل الكبير من تفوقي هذا، وكذلك أشكر أساتذتي في قسم المحاسبة لما قدموا لنا من المعلومات القيمة. وأنا أحب أقول أنه جامعة الشعب فعلا مهارة وتعليم.